يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أينما وجدت الثقافة وجدت الشارقة، وإحنا اليوم موجودين في أحد أهم الأعراس الثقافية لإمارة الشارقة، وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب. تعالوا خلونا نتعرف على تفاصيل هذا المعرض. هذا المعرض اليوم يعد واحد من أهم المعارض على مستوى العالم، والمعرض التجاري الدولي الوحيد الذي يعقد على مستوى العالم بعد جائحة كوفيد-19. معرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم يؤكد مكانة دولة الإمارات والجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، التي وضعت 73 دولة ثقتها في دولة الإمارات وفي معرض الشارقة الدولي للكتاب لتكون حاضرة معنا وتشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب. أكثر عن 1024 دار نشر تشارك معنا اليوم هنا، أكثر عن 80,000 عنوان جديد في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب. اليوم نحن نؤكد أن العالم يقرأ فعلا من الشارقة ومن دولة الإمارات، فاليوم هذا المعرض هو أيقونة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وهي تجربة جديدة في ظل جائحة كوفيد-19. احنا وايد فخورين اليوم في تواجدنا وفي مكاننا هني في معرض الشارقة الكتاب، هذا العرس الثقافي اللي صار رغم الظروف، رغم المحنة العالمية اللي قاعدة تصير، ولكن على قولتهم من الشارقة يقرأ العالم. واحنا اليوم وايد فخورين في هذه الخطوة اللي سواها اخواننا وحبايبنا عيال زايد، ويا عسى ربي ان شاء الله تكون الخطوة هذه هي البوابة اللي ندخل منها كلنا ونغير فيها المجال والدنيا اللي قاعدة تصير كلها يا رب. أصداري الأخير اللي هو لعلها تستجاب هي رواية اجتماعية في قالب خليجي، هي رواية اجتماعية ذات إسقاطات مجتمعية. مركز ترينز ومركز ترينز للدراسات والبحوث والاستشارات مركز خاص مستقل يهتم بالدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. هذه المشاركة لنا في معرض شارقة دولي للكتاب، أول مشاركة للمركز في معرض كتاب، نتيجة نظرا للأهمية اللي تميز بها مركز أو معرض الشارقة للكتاب الدولي، وخاصة أن في هذه ظل الظروف الاستثنائية اللي جيت هناك إجراءات استثنائية، ولكن أيضا مشاركة كبيرة جدا وفي إقبال كبير على هذا المعرض مع ضمان سلامة وحرية وسلاسة تنقل الأشخاص والزوار. أصدرت هذا العام عدد من الكتب، الروايتين يتناولوا العام 2020، الروايتين بيكملوا بعض وممكن يعني يندرجوا تحت عنوان أنا و2020. الشارقة هي مدينة الفكر والثقافة، الشارقة مدينة خاصة في عالم الإبداع. الشارقة حصلت العام الماضي على المدينة العالمية لمعارض الكتاب، اختارتها اليونسكو. معرض الشارقة هو ثالث معرض في العالم من حيث الحجم ومن حيث العطاء. معرض الشارقة هو أول معرض يقام للكتاب في زمن كورونا، وهو نوع من التحدي لكورونا، وأنه الإبداع والفكر يستمر كمقاوم لحياة الإنسان.